تطور غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أمريكي سابق، فقد استدعت وزارة العدل دونالد ترامب إلى المثول يوم الخميس أمام المحكمة الفيدرالية في خضم حملة الانتخابات الرئاسية للعام المقبل. الرئيس السابق والمرشح الحالي يواجه 4 تهم من هيئة محلفين أمريكية، أبرزها محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 واقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير عام 2021، إضافة إلى تهمة التآمر بهدف الاحتيال على البلاد، وذلك في إطار محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية والتي خسرها أمام الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن. المدعي الخاص جاك سميث أكد أنه سيطلب محاكمة سريعة لترامب في هذه القضية، وأن الوثيقة ذكرت 6 أشخاص آخرين متهمين أيضا دون كشف أسمائهم. وفي تعليقه الأول على التهم قال ترامب إنه يتوقع أن يوجه إليه سميث اتهاما جنائيا جديدا، معتبرا أن الهدف من ذلك هو التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وبحسب قوله إنه قرار يائس من قبل بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي، طارحا على جمهوره تساؤلا لما لم يفعل ذلك قبل 2.5 عام. ترامب الذي ينكر تلك التهم الموجهة إليه سبق أن وجه القضاء إليه تهما بما يتعلق بقضية تسريب وثائق سرية من البيت الأبيض، وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة. لكن ورغم ذلك لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل ويوسع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون دي سانتس. قد يكون من غير الواضح بعد أثر لائحة الاتهام الجديدة الموجهة لترامب على محاولته الوصول إلى البيت الأبيض مجددا، لكن ما هو مؤكد بالنسبة لبعض السياسيين الأمريكيين من بينهم نائب ترامب السابق مايك بينس أن من يضع نفسه فوق القانون لا ينبغي أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.